عالي؟ لا ما فيش عالي ما فيش شيء بس انا زلمه بغني حلو انا اكيد شفت القرار كان كثير حلو شفت القرار بتعرفي هذا كله من مين؟ من مين؟ منك انت انا عندي اياهم انتبهي عندي اياهم بس بعرف انه عندك اياهم هو منك هاو هو مني انت اللي ما اعتقدش على كل واحد بس ناطرتهم طيب يحضروا كلهم طب انا غنيت ازاي؟ يلا جاي جاي كل واحد بده بو تفضل بحب اخذ رايكم انتم كمان انا جاي اخذ رايكم يا خبرونا تغير صوته تغير صوته واو واو تسمع الكلمة ليكو ما بدي تحكوا حطوا المحبة على جنب هلا محبة كلنا بنحب بعضنا بس انه هلا بدنا نحكي شيء يلا سمع الكلمة وطبق اللي بتقوليه على قد كان حلو قوي قرار امبارح قراره قراره القرار بتاعه فرق من اول من اول ما جه الاكاديمي غير كتير صوته صار عريض اكتر انا امبارح ما سمعته سمعته بالريه لما غنى لي هون استاذ فرق كتير هلا في شغله غير انه فرق وكذا صار كل الصوت كامل بس غير انسان عم بيغني انا امبارح شاهد غير انسان عم بيغني هلا فلت كم شغله من ايده ليه لانه عم بيركز كثير كيف بده يجيب صوته لقدام والابتسامه هاي بدي منك الابتسامه بس ابتسم ما ترخيها لانه بس رخيتها شوي قشط بتلاحظ حالك على الكاميرا اليوم ايه ايه هلا بتشوف معليه بس مهم ما تتكرر منيح اللي صاري تا ننتبه هيدي غنت احسن من قبل بكثير كثير عم تتقدم تغيرت وفا في شيء سلبي سلبي صار سلبي لا حسيت انه غنت كثير منيح كثير منيح هلا بالدور رجعت هيدي تبع اول البروجرام و مع شوية خوف امبارح ايه هيدا الخوف مرفقة مشنقلة ورايح مع لها هيدي مع الصوت هون عنا ايه موجود والبدك ايه ننزل ونطلع ايه وفوق عنا ايه بس هون اللي بده يلمع هل بهالبارتيه انت وغيرك مثلا حسبوا ميزو سوبرانو اما باريتون الباريتون هون وهون ما هيك صح ايه الباريتون بينزل على الفادياز مثل ما شفنا عباس ايه ونطلع عنا السول سول وسي بيمول بعدين بس السول مع بالمستقبل بتصير تونو صرت تمسكها تمسكها بتجنن ايه انت كمان انت هون سول بس بشهرين ما فينا نحصل على هالاشياء وثلاث اشهر هي بدها دراسة بدها طولة بال بدها سنة وسنتين تتصير هيك الصوت عشان تلقط سول على المسرح يعني ايه انا لقطت انت لقطت سول جاز ايه سول سيلتو بلاي انت تنور عم تحكي عم قال له اللي انا لقطت على المسرح تنور هو في لقطه بعدين بكبر برافو عم قال له برافو ايه بس هي ما تريبل فتحت امه هو ما فتحت امه للماكسيموم طلع صوته لا عن جد حسيته مثل اكثر مره بغني فيها منيح لاحظت طب لويكم ما تتخيل قد ايه كان حلو على الكاميرا ما تتخيل كيف معكم اسود وابيض اسود وابيض وكذا وبدلات واو انا هون بغني مش معبل لا بدي الغنى طب مغنى كيف كان كثير غنى حلو قوي كثير هاي كنت بستنى استنى ايه انه نسيت والله مستنى هاي انا وين بس غنى كثير حلو خالص نسيم لازم بس مثل العام من احلى المرات من احلى المرات غنى كويس امبارح انا انبسطت عظيم جدا في شغله كتير لفتت لي نظري بس بلش اول كلمه اكنه مغنى جمله هاي اللي عفتش عليها عندكم بلش كلكم. مرتاح بلش مرتاح وما خصه اكنه هو اللي بلش مش ايه عرفت كيف انه هذا الكلام كبار هذا لا معلش خليني اعطي الراي بنتي تتعرفي حالك تتعرفي انه قد ايه الشغل في شغل في شغل بزي. من احسن المرات اللي غنت فيها امبارح امبارح ايه وا رجع ما خلي ما رجع لا تفاجأت انا
لا انبسط؟ لا انا عن جد لانه مش بس انا اللي عم بحضر، كل الناس عم تحضر، ما عم نسمع لانه صوت عم بيكون ايه امبارح يعني حسينا انه سمعناه وكانت صح. ايه هيك مزبوط. امبارح غني كثير حلو، والاكثر من هيك انه اذا اللي بيحضر ما باله بيشوف ما بال حضوره وكيف بتتصرف. واو صبيه يعني إيه ست يعني بتجبرك تشد مصرح. يعني لو غلطت هون لو قصدت هون خلص مبسوطه باللي عم تحضري يعني إيه؟ باكج مش إيه؟ انه لو تو ايه مش انه ولا قصدت شوي بس وما عم تعمل شيء، لا انه بتشدك دلك عم تحضريها كل الوقت. انا بسطني بسطك ها ان شاء الله بتضلك مبسوط. الحمد لله رقصني معاه يعني غنى بعيدا عن الغنى غنى حلو وكده، بس اتيتيود تبعه كانت حلوه وغنى حلو وريحني يعني ريحك ريحني ايه هي مهمة. اتوا انيس عم نحكي ابني برافو لعباس لانه بلا احساس قدر يسيطر على الغنى ولا شيء غلط ولا يعني نوتة مش محلها. اوكي في سلبيات انتوا يمكن تشوفوها ولكن نحن ما شفنا ولا سلبية في عباس. تترجع على الطبقة. اوكي اخر نوتة. الايام اول مزور ما بتكون منظمة. ايه دايما يعني سا ديبون اوقات بيكون عاطينك اخر نوتة. حتى بالطامة بتكون فوالا فوالا بس مهم تاني مزور. ايه هلا فهمنا هون بون هلا خلينا نبلش هون. يلي بده بيسألني سؤال بس تابعوا معي. هي هيدا شو؟ برافو برافو. يلا كمان مرة من الأول. بتجنن شوف تحت معك هاك دو ميمي دو ميمي دو ميمي ايه ليك ابني حبيبي سول وني الابتسامة سول لا سول تحت تحك لا طب ضحكت لي قبل جيت تغني طبقت تمك شفتوا وين الشغل هون الشغل يلا نفس والله العظيم ترسلوا لي التابلو بنون انت شعبكم